حكم يجينا يذب اللوم بينا تعبناش كثر من ذاك بس نفرك بدينا وجل بعده وعرفنا والفرصة لطينا قلنا يعوض الراح ذا بجارة علينا كل حاكم يجينا يخلي الصوت بينا تعبناش كثر من ذاك وبس نفرك بدينا وجل بعده وعرفنا والفرصة لطينا قلنا يعوض الراح ذا بجارة علينا ملينا ملينا من هالوضع ملينا ما بينا ما بينا نحمل بعد ما بينا ملينا ملينا من هالوضع ملينا ما بينا ما بينا نحمل بعد ما بينا تعب والله تعب الصدق شفنا العجب وطن كل النهب ولا عدهم خجل اتكت لك يوعدون أبد ما يستحون وندري تشذبون ولا عدهم خجل قسم باسمك وطننا يا نارك وانت جنة كلام الطائفين وقفنا بوجهك ونا أبد ما يفرقونا هذول الخجلون وحقك يا أبو بغداد نظل شيعة ويسنة قسم باسمك وطننا يا نارك وانت جنة كلام الطائفين وقفنا بوجهك ونا أبد ما يفرقونا هذول الخجلون وحقك يا أبو بغداد نظل شيعة ويسنة عوفونا عوفونا نعرف شنو التردونة فجرونا موتونا وربكم ما تقسمونا عوفونا عوفونا نعرف شنو التردونة فجرونا موتونا وربكم ما تقسمونا مشاريع الفشل وسياسات الدجل وضغط بعض الدول ما يحن العراق حلمكم ما يصير بشروا للأمير قلوا ليش يصير ما يحن العراق البث والتوزيع الشبكي سيان الخليج أهل الكراسي شبعتونا مآسي يمكم هسه الأخبار شنو الوضع السياسي تذبحونا بعدكم إذا تظاهرنا ضدكم فهمونا القرارات منو الشرط الأساسي هاي أهل الكراسي شبعتونا مآسي يمكم هسه الأخبار شنو الوضع السياسي تذبحونا بعدكم إذا تظاهرنا ضدكم فهمونا القرارات ومنو الشرط الأساسي سلمية سلمية حد الموت سلمية شيعية سنية هالثورة عراقية سلمية سلمية حد الموت سلمية شيعية سنية هالثورة عراقية ما نقبل أبد يضيعون البلد وكل جمعة الأسد يحيي الثارين ويا نبن الوفاء الثابت موقفه مو عن عاطفه يحيي الثارين البث والتوزيع الشبكي تحسين للخليج.